السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة اليوم سوف أشارك معكم طريقة ترقيد الهوائي لأي شجرة. كما ترون معي هذه الشجرة التي سوف أقوم عليها بالترقيد الهوائي، وهي طريقة جد بسيطة ولا تتطلب الكثير. تتطلب من التربة وغطاء بلاستيكي، أشياء بسيطة جدا سوف أريها لكم. كما ترون معي هذه الشجرة التي سوف أطبق عليها العملية، وهي عملية جد سهلة. كما ترون هذه الشجرة من نوع صبار على ما أعتقد، شكله على هذا شكله على الآتي كما ترون، وهي جميلة جدا وسريعة النمو كما ترون معي. وعملية الترقيد الهوائي جد سهلة وتوفر لنا الوقت، أفضل من الزراعة من البذور أو أشياء أخرى كما ترون معي. وهذا هو الغصن سوف أريكم الذي سوف أطبق عليه عملية الترقيد الهوائي. أن يكون الغصن نمو حوالي سنة أو 8 أشهر كما ترون، 8 أشهر ما فوق، ولا يتعدى سنة. العملية جد بسيطة، نصل إلى هذا المكان ونقوم بتقشير الغلاف المتواجد الأخضر على هذا الشكل لمدة مسافة 10 سنتيمترات. سوف أريكم الطريقة، تابعوا معي. والطريقة على هذا الشكل، نقوم بالتقشير اللحاء على هذا الشكل. هي طريقة جد بسيطة على هذا الشكل. على هذا الشكل كما ترون، على هذا الشكل نقوم بتجفيفها قليلا ونقوم بحكها قليلا على الشكل بالسكين. لكي نحفز الجذور على النمو بهذه الطريقة. ثم نضع التربة، نضع كيس بلاستيكي أولي على الشكل. كيس بلاستيكي على هذا الشكل، نقوم بلفه بشريط لاصق جيد. ونقوم بوضع بعض السماد أو التربة هذا الشكل في هذه المنطقة التي قمنا بتقشيرها، أو الكومبوست على هذا الشكل. نقوم بتدويره هذا الشكل، ونقوم بلف غطاء بسيط على هذا الشكل.
بطريقة جد بسيطة. نقوم بإحكامه جيدا لكي نتجنب دخول الهواء والأكسجين. ونقوم بالضغط قليلا لكي نخرج تلك الهواء المتواجد داخل الضربة بهذا الشكل. وندى غطاء بلاستيكي شفاف كبير الحجم لكي نقوم بإحكامه جيدا ونلفها جيدا. لكي نتجنب دخول الهواء والأكسجين لكي تكون العملية ناجحة. ونكون قد انتهينا، وهذه هي الطريقة كما ترون معي. هذه هي الطريقة على هذا الشكل، وهي طريقة جد بسيطة لا تتطلب كثير من هذا الشكل كما ترون. وبعد مرور شهر أو 4 أسابيع ستكون قد ظهرت لدينا بعض الجذور على هذا الشكل من هذا المكان كما ترون معي. فهي طريقة جد بسيطة ويمكن استعماله على أي شجرة، أي شجرة كيفما كانت أو أي شيء. فقط تجنب وقت الحرارة مثل شهر 7 و8، وهي صالحة طيلة السنة. والسلام عليكم. أي تساؤل أو أي استفسار خليه لي في تعليق، وشكرا.